السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في برنامجكم خلاصة الكلام وحلقة جديدة. أولا بعتذر أن زميلي مش معايا النهاردة، كابتن طارق رياض. معانا النهاردة أستاذ عبد الرحمن الشربيني، مصور فوتوغرافي، مصور محترف فوتوغرافي ومصور سيشنات وزفاف. أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن. يا أهلا بك يا أستاذة سلمى. أهلا أستاذ أحمد وأستاذ يحيى، منورنا يا جماعة. نورك يا أستاذ. بداية الكلام كده عايزين نتكلم عن أستاذ عبد الرحمن، يكلمنا عن نفسه. نشوف عملت إيه، الموضوع بالنسبة لك شغل ولا هواية؟ عرفنا كده، كلمنا عن نفسك يعني، اتفضل. كلامنا نسلم على المشاهدين كلهم إن شاء الله، ونبدا كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. التصوير الفوتوغرافي، مظبوط، هنبدا بالتصوير الفوتوغرافي. اتفضل. تصوير يعني هبه من عند الله. تمام. بمعنى ان انت ازاي تمسك كاميرا وازاي تصور وازاي يبقى عندك الرؤيه دي، حاجه جميله قوي. دي حاجه ربنا بيديها لناس معينه بمعنى اصح. تمام. عايزه تتكلمي عن ايه بالظبط في الصور يا استاذه؟ عايزه اعرف ايه هي السيشنات. السيشنات دي يعني هي الموضه الجديده. تمام. اللي هو بمعنى اصح في الزمن القديم شويه، الستينات والسبعينات والثمانينات، اللي هو التصوير الخارجي، اللي انا ازاي اشتغل وازاي اصور مش في استوديو، مش مقيد بمساحه، مش بمقيد بمكان واحد، لا هو مكان مفتوح. بتصور بقى في اللوكيشن، بيبقى اكتر من شكل للتصوير، اضاءات. احنا زمان كان في التصوير جوه الاستوديو، لازم نروح والورده بتاعت زمان والحاجات الحركات دي. الحاجات الحاجات دي ما بتتنسيش يا استاذ. ايوه طبعا، ذكريات جميله. طيب بالزبط. ايه اللي خرج بينا من الاستوديو؟ انا عايز اقول لحضرتك ان الموضه بتاعت زمان هي رجعت تاني. هو السيشن مش حاجه جديده. احنا السيشن عندنا في عيلتنا، احنا العيله كلها بتشتغل في التصوير. تمام، ما شاء الله. من الجد للاب للعم للخال، العيله كلها بتشتغل في مجال التصوير. ما عندناش حد طالع بره المجال. احنا في المجال من سنه 40 ما شاء الله. تمام. عايز اقول لك ان الموضه دي كانت موجوده في الستينات وفي السبعينات. انا في صور عندي لحد النهارده محتفظ بيها لجدي والوالدي، مصورينها مع عائلات كبيره قوي في مصر هنا، مش في استوديو. كانوا بيجوا ومعاهم الاضاءه بتاعتهم ومعاهم المعدات بتاعتهم، وبيطلعوا يشتغلوا بره في اماكن مفتوحه. الصوره الجماعيه، ان الصوره ما تبقاش عريس وعروسه بس، لا يبقى في صوره لما العيله كلها شامله كل العيله. طب ما هو ده سيشن. بس كان طوروا اسمه شويه. بالظبط. يعني الاسم تطور مع تطور المعدات، مع تطور الفون واسلوبه وشغله، بقى ليه اسم. تطور ديزاينات كمان، يعني في ديزاينات كمان بنشتغل فيها كتير بتختلف عن اي ديزاين تاني في الاستوديو. يعني مثلا ممكن يكون في كوشن جديد، في مناظر تانية غير اللوكيشن بتاعنا اللي هو التقليدي اللي احنا بنعمل جرافيك فيه، لكن ده هو الجرافيك بتاعه فيه. يعني احنا مجرد ما بنظبط بس اضاءتنا ونظبط امبريلاتنا، حاجات جاهزه يعني. بالظبط، تصوير مفتوح، انت في لوكيشن بالاضاءه الطبيعيه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني اغلب الزفاف دلوقتي بنعمله في النهار وفي اماكن مفتوحه. فعلا معظم صور الزفاف دلوقتي بتبقى بالنهار. طب ايه الروح؟ كلمنا عن عيلتك شويه، يعني الموضوع بدا منين؟ لا احنا لو هنتكلم على عيله الشربيني يبقى مش هنخلص، ده احنا عايزين نعرف بس كتير الاساس جدا. يعني نعرف انت خدت الموهبه منين؟ نعرف المشاهدين اولا واخيرا، انا ابن محافظه بني سويف. اهلا وسهلا. اول محافظه في الصعيد. وليا الشرف بده. من عيله اسمها واسم شهرتها عيله الشربيني. العيله كلها زي ما قلنا في المجال، كلها مصورين فوتوغرافيين ما شاء الله. احنا اشتغلنا من ايام الابيض واسود. ومن قبل الابيض والاسود كان في حاجه اسمها الصور الميه. ده كان قبل الابيض والاسود، يعني احنا جايبينها من زمان قوي. من سنه كام كده مثلا؟ احنا من سنه 40 ما شاء الله. في كاميرات بيعينها، احنا عندنا كاميرات بيعينها لمدينه الانتاج هنا، بيعينها عليها اللوحه النحاس بتاعتها بتاريخها، اللي هي الكاميرات الخشب القديمه بالستاره اللي كانت بتهبب. شغل اسماعيل ياسين اللي كانت بتهبب الوش على طول دي. بيعينها لمدينه الانتاج. هتلاقي في صور في الاعداد انا سايبها، هتلاقي فيها كاميرا زي اللي انا بقول عليها. يا ريت الاعداد يعرض لنا الصور دي. احنا بايعينها، ده احنا بالنسبه لنا ده قصر. بس خلاص يعني احتياجه للمدينة أفضل من احتياجه عندي. هو فعلا عرضوا صور، فلازم نسيبه. صورة فين الصور؟ دي صور منتجات. لا دي صور المنتجات، دي صور منتجات. لسه هنيجي نتكلم عن المنتجات أكيد. آه
فهتلاقي فيها الكاميرات. اتفضل، هما بيجهزوها. اتفضل. تمام كده. ده الحاج ضياء يا جماعه، ضياء الشربيني ده والدي. ده والد حضرتك؟ اه ده والدي. ده تاريخ ده يا جماعه، ده ليه كل الشكر وكل الفضل لوجودي النهارده معاكم. طبعا ومن هنا طبعا بنشكره وبنحييه طبعا. تسلمي يا استاذه. دي الكاميرا من انواع الكاميرات اللي احنا بنتكلم فيها، بس دي كانت موديل الستينيات. تمام. ده كان تصوير ابيض واسود ما شاء الله. الابيض واسود ده لما نيجي نتكلم في التصوير طبعا اللي هيفهم كلامي الجماعه الفنانين اكيد. اكيد الابيض واسود ده هو هو بس التصوير. احنا ما نعرفش في التصوير، هو التصوير فيه. اللي بس هو لينا الظاهري بس اللي انتوا بتديهولنا النهارده. الشباب بنقول عليه الايديت. الايديت انت بتقعد على الفوتوشوب بتعمل ايديت، لكن تمام. زمان الناس دي تعبت، الناس دي كانت بتعمل الايديت بالموس بالقلم الرصاص. يعني كان ممكن يقعد بالثلاث ايام وبالاربع ايام بيشتغل في صوره. بس كان في 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 الوقت ده ناس بتقدر التصوير قوي، بتحترمه، بتقف عنده. ان برضه انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذه سلمى، التصوير حضر. التصوير قبل ما يكون رؤيه هو فن. اكيد طبعا. في نفس الوقت هي الحاجه الوحيده، الحاجه الوحيده اللي انت بتقفي عندها. بمعنى انا كنت بيبي. طب اعرف ازاي؟ عن طريق الصور. طيب انا اتخرجت، اعرف ازاي؟ اعرف عن طريق الصور. صح. الصور بتعيد الذكريات بالظبط، وتجيب لك القديم. بيبقى معانا ناس عايشه، معانا ناس الله يرحمها طبعا. فالذكرى الوحيده اللي بتخلد هي الصوره. هي الصوره، الصوره دي الحاجه الوحيده. احنا شفنا دلوقتي صور منتجات كانت معروضه. كلمنا كده عن المنتجات اللي حضرتك بتصورها او انواع المنتجات اللي بتصورها. عبد الرحمن الشربيني بيصور اي حاجه فيها روح. طيب ما شاء الله. اي حاجه فيها روح بيصورها. بس ده اكل. انا برضه فكرك انه مش روح، انا بقعد قدام السندوتش بالساعه. انا بكلمه. امال هصوره واطلع صوره حلوه ازاي يا استاذه؟ صح. انا قبل ما اصور لازم امسكه، مش عشان انا عايز اكل السندوتش اقعد ما رضيش غلط. لا انا بمسكه واتفرج عليه واشوفه من اكتر من زاويه، من كل الجوانب. طبعا. ولو مش عاجبني شكله برفضه. برفضه بعيده تاني. المنتجات برضو روح. روح. طب حضرتك حابب عايز اقول لحضرتك كمان ولا لا هقول لك على حاجه كنا. احنا اتفقنا ان انا مصور. المصور ده بيبقى مصور شامل. شامل، هو حابب مهنته. انا قلت لك انا مش داخل كتجاره او ممارس، لا انا ابن مهنه. انا طلعت لقيت الاب في التصوير، لقيت الجد في التصوير، جد الجد كان في التصوير. فعندنا الدكتور في عيادته وبالليل مصور. عندنا المهندس، مهندس. انا خريج تجار، ما اشتغلتش بكليتي. تمام. واخد بالك؟ ده انا حابه، احنا حاجه حابينها فلازم نديها. فبتديها ازاي؟ هي بتناديكي غصب عنك، يعني ما تعرفيش تبعدي عنها. بالنسبه لاستاذ يحيى استاذ احمد، دول رجالتي، دول حبايبي، دول طيب عرفنا بيهم كده بيقوموا ايه دورهم معاك في التصوير. احمد معايا تصوير منتجات. احمد تصوير منتجات. تمام. يحيى. يحيى ده اخويا الصغير. تمام. واخو المدام عندي. مصور بس مش منتجات بقى. يحيى سيشانات وزفاف. طيب ما شاء الله، تخصص. يعني مجزئين نفسكم. منتجات وسيشانات. بالظبط. فنيجي للمنتجات. المنتجات النهارده احنا في ظروف الوباء، ربنا يحفظنا جميعا يا رب ويعدي الايام دي على خير. ودي مش بنناشد بها مصر بس، ده العالم كله. العالم كله فعلا. فمن قبل الوباء الشغل السوشيال ميديا المنتجات اصبحت فيه 60-70%. استاذه ايمان التلاوي معانا مداخله تليفونيه. حبيبتي تسلم. معانا مداخله تليفونيه من استاذه ايمان. الو. الو استاذه ايمان. الو. الاتصال قطع ولا معانا هي؟ الو. الاتصال اتقطع. طيب تمام. ازاي بتصور حضرتك العرايس؟ او تنصح العرايس تطلع في الصور ازاي حلوه؟ تطلع حلوه يعني. تطلع حلوه ازاي يوم الفرح؟ تبعد عن حماتها. بجد والله. لا انت كده. لا مش بزعل من الحموات. الحموات دول امهاتي. كده هتعمل معانا مشاكل. مش ينفع. لا امهاتي والله وعلى راسي كلهم. بس احنا بنتكلم في ايه؟ انا من باب التهريج طبعا. طيب استاذه ايمان رجعت معانا على التليفون. تمام. الو. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. ازيك؟ اهلا. ازي حضرتك؟ منورين الدنيا. ربنا يخليك حضرتك. ميرسي جدا اني اكون موجوده معاكم في وجود عبد الرحمن الشربيني. احنا اسعد بحضرتك. الله يخليك يا حبيبتي. حضرتك اتعاملتي مع استاذ عبد الرحمن؟
انا اشتغلت مع عبد الرحمن سنين كتيره جدا. طبعا انا ايمان التلاوي المذيعه، اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك يا حبيبتي. فانا اشتغلت مع عبد الرحمن يعني بجد شغل كتير. اشتغلنا مع بعض في الحفلات، في المؤتمرات، ندوات كتير. تمام. سواء كانت في القاهره او في بني سويف عندي. ما شاء الله. فاحلى صوره يا عبد الرحمن، حبيبتي. احلى توثيق لكل حالات. عايزه اقول لحضرتك ان عبد الرحمن ما بيطلعش صوره، عبد الرحمن بيطلع روح. هو واضح فعلا من كلامه ان هو بيطلع روح. لا ما شاء الله، يعني حتى بيقولي بكلم الساندوتش فاكيد بيطلع روح. دي حقيقه والله. هو حد جميل جدا، فنان قبل ما يكون مصور. ما شاء الله. وانا عايزه اقول لك يعني جو اهيد، انا متاكده ان الخطوه الجايه اللي انت هتاخدها في تصوير المنتجات، طبعا في ظل جائحه كورونا دلوقتي كل الناس عارفه ان ما بقاش نقدر نشتري الحاجه بنفسنا، لكن ممكن فعلا. نجيبها اونلاين. تمام مش هنقدر صح. نجيبها اونلاين الا لما نشوف شكلها الحقيقي، وعبد فعلا الرحمن هيعرف يورينا شكلها الحقيقي. كلام حضرتك مظبوط فعلا. انا سعيده ان انا شفتك قوي يا عبد الرحمن، وحشتني انا جدا. اللي سعيد، وصوتك كان وحشني قوي قوي ربنا والله. يخليك. تسلمي يا امان، ما تحرمش منك الله يخليك. خلي شهادتك، بالك شهاده من اعتز نفسك. بيها. وجو اهيد، احلى سيشنز تصوير عملتها في حياتي كانت معاك، حبيبي. واحلى احلى فقرات في حفلات طلعت متوثقه بالصوره مش بالصوت كان عبد الرحمن الشربيني. ميرسي لحضرتك جدا، ده من ميرسي كرم لذوق حضرتك، ربنا وميرسي لاتصال حضرتك معايا. ده من كرم ربنا الحمد لله. اتفضل. وشهادتك غاليه قوي 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 ايمان، من جماعه الاعلاميين شكرا الممتازين للمداخله. الجمال. شكرا للاستاذه ايمان طبعا ان هي عملت المداخله الجميله والكلمتين الحلوين دول. اكيد الكلمتين دول لا، صح هي يعني. انسانه جميله، هي انسانه جميله هو واضح بجد، من صوتها ما شاء الله. وحد يعني اقول انا سعيد جدا بصداقتها ليا وبوقوفها جنبي، وقفت معايا كتير على فكره. ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس، فليها الشكر وكل الشكر طبعا. سعيد يا امان بصراحه ان سمعت صوتك النهارده، تسلمي. تمام. طيب اتفضل. اي مصور فوتوغرافر بعد ما بيصور الصور بتاعته لازم يعمل عليها اديت ولا حسب الطلب؟ لا هو مش حسب الطلب، اصل الاديت ده مكمل للصوره. طالما بنتكلم يعني بقى أساسي. سيشن وبنتكلم في فوتوغرافر، ده بقى مكمل للصوره. لو الصوره بتديك 70% فالاديت بيكمل لك باقي جوده الصوره، في سبيل التكنولوجيا، في سبيل الادوات الحديثه اللي احنا بدنا نشتغل بيها، فلازم يبقى في اديت. ما في الصوره النهارده ما بتاخدش اديت. تمام. حتى المناظر الطبيعيه، الصور اللي في الطبيعه، كل ده لا بقى لازم يبقى في اديت. طيب الوقت الحالي كل السيشن بتتصور بكاميرات. تمام. يعني معظمنا تلاقينا ماسكين الموبايلات وبنصور السيشنات بتاعتنا. تمام. ايه الميزه اللي في الكاميرا بتاعت حضرتك يعني بتميزها عن كاميرا الموبايل، او ايه الميزه في الصور دي من الصور دي؟ تمام تمام. بس برضو مبدئيا اقدر اقول لك على حاجه، المصور الفوتوغرافي اللي بيشتغل بكاميرا ما يعرفش يشتغل بموبايل. بس هنيجي للعكس العادي او الطبيعي لاي حد بيصور بالفون، التصوير بقى بيتحاله يعني. هي بيتحاله النهارده، الدنيا كلها بتتكلم بالتصوير وبالصوره. فعلا فعلا. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم انا اصور صاحبي، اصور احمد، اصور يحيى، اصور حضرتك، خارجين مع بعض بنتصور عادي، مفيش مشكله بالفون. عادي الصوره حلوه جميله تسلم. طب الصوره وحشه عادي، ممكن نخرج بكره ونروح نفس المكان ونتصور تاني. صح. لكن هتيجي بقى للمصور البروفيشنال وللكاميرا، الغلطه عندنا ما فيهاش اعاده. تمام. الغلطه عندنا ما فيهاش اعاده. بمعنى تعالي احسبيها، عريس بيقعد هو وعروسته يجهزوا للعرس بتاعهم او للفرح بتاعهم بالعشر شهور. كتير فعلا. هنلبس ايه؟ هنعمل ايه؟ هنروح فين؟ هنتصور ازاي؟ طب مين اللي هيصورنا؟ كل ده موجود ووارد وبيحصل. فعلا. ده في اي بيت في مصر. طيب قعدنا 10 شهور بنحضر. طب ايه اللي بيتبقى اصلا من العرس غير الصوره؟ فعلا هي الصور هي اللي بتبقى ذكرى معانا. ما عنديش غلط. للزفاف. ما ينفعش، ما ينفعش ادخل فرح وانا معايا كاميرا واحده. ما ينفعش اصل يعني اما تيجي تخش تعمل سيشن زفاف يبقى معاك كذا كاميرا. اكيد طبعا، اصل ده يعني ده حاجه حديث وارد انها في اي وقت تقف منه.
وكمان مش بيبقى معانا كاميرا، بيبقى معانا اكتر من لينس كمان بنشتغل فيه. بالظبط، لازم يبقى معايا لينسات، لازم يبقى معايا كاميرات العدسات. العدسات اللينس ده العدسات. لازم يبقى معايا حاجه للبورتريه، لازم يبقى معايا حاجه للصور الجماعيه للابعاد. تمام. فارجع اقول لك تاني، فوارد ان ده يبقى فيه غلط. احنا بنشتغل بآلة، والآلة ممكن في اي وقت تقف. أكيد. طب وقفت، ما هينفعش اقول للعريس الغلط عندي او عندك، ما ينفعش. دي النقطه اللي احنا لازم برضو نتكلم فيها يا جماعه، النقطه دي عامله لنا احنا مشاكل، مشاكل بالنسبه اللي احنا اولاد مهنه. تمام. اولاد المهنه اتضروا، اتضروا في ايه؟ اتضروا ان بقى في شباب كتير جدا على الساحه. انا اسف، انت ممكن عن طريق السوشيال ميديا تكلمي مصور وتتفقي معاه وشايفه صور على السوشيال ميديا وتجيبيه تتفاجئ انه شاب عنده 16 سنه. طب انا ازاي مناسبه زي دي اعتمد فيها على مصور عنده 16 سنه؟ طب خلاص انا قدام الامر الواقع، اعتمدت عليه، صور ده كده يبقى مبتدئ. طب صور بوظ، طب صور وما جابليش الصور، طب صور وخد مني عربون وما سالش فيا بعد كده، طب ما انا اللي استاهل. صح. ليه انا عايز اصور لازم مناسبه؟ لازم في الاساس ادور لازم على مصور اكون عارفه ليه مكان، مصور ليه مكتبه، ليه محلاته، لازم يبقى ليه مكان اعرف اوصل ليه واشوف شغل يعني. في نفس الوقت مش فعلا. عيب ان انا اقول للمصور ابعت لي شغل من شغلك. طيب ما انا دلوقتي اعرف افرق ازاي بين المصور الهاوي والمصور البروفيشنال؟ هو ده اللي انا قلت عليه، المصور الهاوي ملهوش مكان يا استاذ، ملهوش مكان، ملهوش مكان. بتعرفيه عن طريق السوشيال ميديا، ودي المشكله اللي مقابله ناس كتير. ان انت بتعرفيه عن طريق السوشيال ميديا، انت ما تعاملتيش معاه قبل كده. طب ما انت ما تعاملتيش مع عبد الرحمن، بس سهل جدا ان انت تدخلي عند عبد الرحمن، تعرفي مكانه، تعرفي شغله، تعرفي هو اتعامل مع مين قبل كده. ده مش عيب. لا صح، ده بحضرتك. صح. فدي عاملة مشاكل كتير، ضرت أغلب ولاد المهنة، ضرتهم. يعني أنتوا أكتر ناس اتضرتوا من الموضوع؟ طبعا احنا اتضررنا، بقول لك بقت النسبة كبيرة جدا. أنت لو دخلتي عملتي سيرج النهاردة على الفيسبوك هيطلع لك مثلا فوق المليون مصور. فعلا بيظهر كتير. بالظبط. يعني أنا عايز أقول لك إن في ناس بتتفق على شغل وبتتفاجئ إن هم جوا لك الفرح بموبايل. يا نهار ابيض. طب ازاي وانت كعريس خلاص بقى، انت عريس وعروسه خلاص، انت قدام الواقع خلاص، صور. ما فيهاش كلام. طب وترجع تشتكي؟ طب ما هو الغلط كان غلطك انت. صح. المفروض ان انت من الاول بتشوف مصور ليه مكان، ليه كيان، ليه اسم معروف. هو حضرتك فكرتني بالفيلم بتاع احمد زكي. آه. كان واخد فيه دور سيد مصور. غريب. كان واخد فيه دور مصور، كانت كان الفيلم اسمه اضحك الصوره تطلع. انا عايز اقول لك على حاجه، الفيلم ده ما فيش مصور في الوطن العربي كله ما فرحش بالفيلم ده والله. ان طيب. هو جاب روح المصور. أكيد. صح. ايوه كنت لسه اقول لحضرتك، اكيد انت شفته من ناحيه واحنا شفناه من ناحيه تانية. بص يا استاذه، اكتر حاجه تبين الحاله النفسيه ليكي الصوره. ما بينفعش تكذبي فيها فعلا. انا اكذب عليكي اضحك في وشك ومحدش عارف انا عندي مشاكل ولا لا. تمام. لكن الصوره لا، الصوره ما فيهاش كده. الصوره انت هترجعي وهتشوفيها وتتفرجي عليها بتبين حالتك. اضحك الصوره تطلع حلوه، ده كان شعار الفيلم. او يعني فعلا لما تضحك الصوره تطلع حلوه. يعني طب انت جربي يا استاذ. لو بوزنا مش هتطلع حلوه. انت جربي يا استاذه قدام الكون كده وكشري، برضه هتبقى زي القمر والله. ده حقيقي، لو كشرتي. تمام. ولو ضحكتي هتلاقي الصوره اختلفت، المود بتاعها اختلف خالص. طيب. وعندنا هنا في مصر بقى احنا شعب بنعرف نفرح، وشعب جميل جدا، وشعب طيب جدا. انا بمشي بكاميرتي. بمشي بكاميرتي ليه؟ ممكن في اي وقت وفي اي لحظه يحضرني موقف يبقى جميل بالنسبه لي، لازم اسجله. طيب احنا برنامجنا اسمه خلاصه الكلام. تمام. ايه الرساله اللي حضرتك توجهها للشباب اللي حابب يجيب يعني يبقى محترف تصوير، او اللي عايز يجيب مصور؟ عايز يجيب مصور. هو نفس السؤال اللي جاوبت عليه، لازم تدور على حد يكون ليه كيان، ليه مكان، ليه مكتبه. تمام. بالزبط. احنا مضطرين والله، هنعمل حلقات تاني مع حضرتك اكيد. ده اكيد طبعا. ان شاء الله انا في الصحه والجمال يا جماعه، انتظروني ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى لنا اكتر من حلقه، الموضوع كبير والموضوع مش هيخلص في حلقه. مضطرين ان احنا نختم والله. وبشكر استاذ عبد الرحمن، نتمنى وبشكر احمد ويحيى، نورتونا والله. شكرا لكم النهارده على المشاهدين حبايبنا. طبعا طبعا نورتونا نورتونا. بشكر كل الستاف بتاع الكاميرات وكل المصورين يا جماعه. طبعا طبعا. احنا اولاد عم بقى، ما اقدرش. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله، وانتظرونا في حلقة جديدة الأسبوع القادم إن شاء الله.